يعني انا هبدا كلامي بحسبي الله ونعم الوكيل. طبعا اكيد يعني مش لازم ان احنا نحرق دمنا ولا كل حاجه، ولكن احنا ليه ما نكسبش؟ يعني ليه ما نلعبش كويس ونكسب؟ يعني منتخب جنوب افريقيا انت المفروض ان انت قريته من اول دقيقه بيلعب بخطه هجوميه وفريق منظم، احنا ما بنلعبش باي خطه. انت يا عم يا جيري انت بتعمل ايه في مصر؟ والله العظيم بوظت الكوره في مصر، انت بوظت منتخب مصر. تخيل لو كنا جبنا مدرب وطني حسن شحاتة ماله ولا اي مدرب وطني عارف اللعيبة. انت برضو مصمم انك تلاعب النني ومصمم انك تلاعب عبد الله السعيد مع انك اتفرجت على التلات ماتش الاولين وعرفت ان هما ما بيقدموش اي اداء، ومصمم ان انت تلاعبهم برضو في الماتش. حتى محمد صلاح النهارده بيلعب مالوش مزاج، معرفش عن محمد صلاح مش عايز برضو يلعب ولا اي، حاسس ان في مشكله معاه في اتحاد الكوره. حتى تريزيجيه النهارده مالوش مزاج، قلنا نفك النحس شويه وننزل وليد سليمان وننزل ورده نزل نجسنا. والله اصل لعيب كوره لما تحط مثلا اي لعيب كوره بيبقى هدفه ان يبقى زي كريستيانو رونالدو او ميسي، انما ورده طموحه يبقى زي جوني سينس. تنزل ميتين امه ليه؟ ما اعرفش. كمان النهارده التذاكر حتى عايزين احنا نحضر الماتش بتمنعونا ان احنا نحضر الماتش، كل ما نخش على موقع يقول لك قريبا قريبا قريبا. نمت صحيت من تاني يوم لقيت التذاكر كلها خلصت، قال لك ان التذاكر راحت 2000 تذكره البنك عوده و2000 تذكره البنك الاهلي، ومش عايزين حتى الجمهور يبقى ببدله ومبرفن وشيك ومش عارف ايه، وبتختاروا الجمهور على مزاجكم. احنا المفروض اللي كان مكاننا في الاستاد نيجي نخش الموقع ما نلاقيش اي حاجه، مش عارفين نشجع. ولكن الحمد لله ان احنا ما رحناش، كان دمنا اتحرق. وكنا والله العظيم المفروض ان اللعيبه دي تطلع من الاستاد دلوقتي على الاسم، والله العظيم اللعيبه دي المفروض تطلع من الاستاد على الاسم، ما عدا طارق حامد والشناوي. طارق حامد والشناوي ارجى الاثنين في منتخب مصر لعبوا. حتى انت كمنتخب مصر مش هين عليك تفرحنا شويه يا اخي؟ لابسلك ابيض يا اخي وقلنا ان شاء الله يبقى وشنا حلو عليك وقاعدين بنشجعك ومش عارف ايه، وعمالين نقول يا رب مصر تكسب وعمالين ندعي، ومعهد الوليه امي جنبي وعماله تدعي، والله العظيم ماسكه السبحه وعماله تدعي لكم، والله امهات البيوت كلها عماله تدعي لكم. نعمل ايه تاني؟ كل الناس عماله تدعي لكم، والناس اللي مش عندها قناه التلفزيون الارضي نزلت القهوه وقعدت تتفرج عليكم وعماله تدعي لكم. كل ده والبطوله كمان في ارضك، ما ينفعش تبقى صاحب الارض، ما ينفعش تبقى صاحب الارض وتطلع من دور ال 16، تطلع من الثالث. الفريق اللي كسبه المغرب، الفريق اللي كسبه كوتيفوار، الفريق اللي كسب ناميبيا في الشوط الثاني بالعافيه، الفريق اللي ما كانش ليه اي اداء النهارده عمل عليك اسد ولعب. يستاهل الفوز، يستاهل الفوز، اللهم لا اعتراض. لكن انت كمنتخب مصر انت قدمت ايه؟ انت كجيري ايه اللي انت قدمته؟ والله العظيم انت ما قدمت اي حاجه. احنا قلنا خلاص بقى البطوله هنا في ارضنا، وان شاء الله ان شاء الله التمنا زي ما الاعلانات بتقول واللعيبه عماله تقول. انما اللعيب مركز انه يقعد على الانستجرام ويقعد على الفيسبوك ويشقط هنا ويعمل اعلانات ما شاء الله وفلوسه مليانه ويكسب فلوس وعايق وكله زي الفل، واحنا دم ميتين امنا يتحرق وعمالين نشجع مع ان احنا مش هناخد اي حاجه. ولكن كان واجب عليك كلاعب كره قدم بتلعب باسم المنتخب بتاعك انك تقاتل بشرف، تقاتل بشرف. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ابن وسخه متخاذل. ايوه انتوا كلاعيبه متخاذلين، انت متخيل ان احنا كلنا عمالين ندعي لك وعمالين نقول يا رب يوفقهم ويا رب يكرمهم، وانت ما بذلتش اي حاجه، ما هجمتش هجمه كده خلتنا نتشد معاك، ما حسيتناش ان انت بذلت اقصى مجهود ولا اي حاجه، لا ده انت خسرت باقل مجهود، ما بذلتش اي حاجه علشان تكسب. وانت يا عم يا جيري قسما بالله العظيم المفروض الاول تطلع تتحاسب من الشرطه المصريه وبعد كده تروح بلدكم، بلا تضرب بلا نيله، واحنا عارفين انت عليك قضايا، انت واحد مسجل خطر وعليك قضايا وعليك مؤبد وعليك حكم من المكسيك والكلام ده كله، جاي تستخبى هنا في مصر وقلت تيجي تدربنا بالمره، ما اعرفش ليه ما نختارش لا مدرب منتخب مصر يكون وطني زي مثلا جمال بالماضي منتخب جزائر، زي ما تونس عملت في 2018 نبيل معلول، زي ما اي حد بيجيب مدرب وطني عارف اللعيبه مركزها ايه وبتلعب ازاي والكلام ده كله. ولكن مش عارف اقول لك ايه، يعني احنا كنا ناسيين موضوع البنزين وموضوع غلاء الاسعار والكلام ده كله، ولكن انتوا فكرتونا بقى خلاص احنا كنا عايشين عيشه مرار وقلنا ان الكره هتنسينا وكده، ولكن جيتوا ونكدتوا علينا. انا مش مسامحكم عن نفسي والله العظيم، وبدل ما امي كانت عماله تدعي لكم قسما بالله العظيم هخليها تقوم تصلي دلوقتي ركعتين وانا هصلي معاها وهدعي على ميتين ابوكم كلكم.